أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مراسل تربوية. طبعا سيكون لنا جولة مع المراسلين بمحافظاتنا السورية ونسلط الضوء على الواقع التربوي من خلال تغطيات ورسائل من أرض الواقع. فاصل قصير ونبدأ الحلقة. اليوم رح نتابع من حماة إعادة افتتاح معهد إعداد المدرسين في مقره الجديد في حي باب الدريب بعد توقفه منذ عام 2002، وأيضا لنا وقفة من حلب وسير العملية التعليمية من المعهد التقني للاقتصاد المنزلي، ومن طرطوس وندوة حوارية بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة بالتعاون بين مديرية تربية طرطوس ومنظمة طلائع البعث، وختام حلقتنا من السويداء مع مواهب طلابنا المبدعين. بالبداية تحية للزملاء المراسلين يلي راح يرافقونا بجولة اليوم: نور ونوس من حمص، سمهر دنون من السويداء، ضياء قدور من حلب، رولا صالح من طرطوس، ووليد سلطان من حما. نتوجه أولا إلى حما والزميل وليد سلطان معنا ورصد العملية التعليمية في ثانوية وليد حمدون للتعليم المهني للإناث في قسم تقنيات الحاسب والإلكترون، وبالتحديد من التدريبات العملية في مخبر جهاز التلفزيون. زميلنا وليد والتفاصيل. نعم، أسعد الله أوقات الجميع. بالبداية دائما أتوجه بالتحية الطيبة للزملاء بالأستوديو المركزي ومن خلالكم للسادة مشاهدي الفضائية التربوية السورية. نحن في عديد من الرسائل رصدنا العملية التعليمية في مختلف المجالات، سواء التعليم المهني أو التعليم العام أو التعليم بالمرحلة التعليم الأساسي. اليوم نحن حط فينا الرحال في ثانوية وليد حمدون لتقنيات الحاسوب والإلكترون، حتى نوضع السادة المشاهدين بوضعية العملية التعليمية، سواء من التدريبات العملية أو النظرية. مباشرة راح ندخل على إحدى القاعات حتى نرصد واقع العمل في هذه الثانوية اللي بتدرب على مجال الحاسوب والإلكترون. راح التقي مع الاستاذ وجيه، بقول لك يعطيك العافيه. هلا نحن بالمكان هون شو بنسميه؟ مخبر. نحن مخبر جهاز التلفزيون، من الاجهزه المعروفه بالنسبه للمنزل واساسيه. فنحن هون الطالب عندنا بيعمل صيانه او بنعرفه على الاعطال الاساسيه لجهاز التلفزيون، ومن حيث المبدا شو ممكن يعمل اجراءات صيانه له. هلا استاذ وجيه، انا نوهت بدايه الرساله اني نحن هون ثانويه للبنات. تمام. كيف عم يتفاعلوا؟ دائما نحن المهني بتاخذ نحو الذكور، كيف عم يتفاعلوا البنات مع التدريبات العمليه مع الاصلاح التلفزيون؟ هلا نحن اول شيء ما في شيء صعب بالنسبه للي بده يشتغل وبده، ما في شيء صعب، كان سواء بنت او شاب، هي اجتهادات شخصيه اول شغله. ثاني شغله، نحن بنحاول انه كان بنت انه يكون نقحمه بشيء اسمه الحياه العمليه، لانه هذا اختصاصه من صف العاشر 11 بكالوريا، هي لازم تكون مهيئه على هذا الاساس. فما في شيء صعب ولا في شيء مستحيل. نحن عباره عن جهاز اساسي بالمنزل بمنهاجنا، حاولنا انه في عندنا قسم نظري له، في عندنا قسم عملي، في اعطال، هو طبعا من الاجهزه المعقده ما سهل يعني، ففي له اجزاء، في عندنا قسم نظري، في عندنا قسم عملي، وطبعا كل وقت له شرح له، وفي تجارب عليه، وفي اظاهرات عطل بتطلع عنا. هلا استاذ وجيه، مثل ما تفضلت، نحن هلا كل جهاز بالبيت موجود، جاكم شيء مثلا مشاريع من بيوتهم طالبات جابوا صلحوا شيء هون؟ طبعا هلا بنطرى علينا بعض الاعطال والمشاكل، يعني الى حد ما بنقدر، اذا ما جابوا التلفزيون كاختبار نحن هون ممكن نستفادوا منه الطلاب، كافة إذا صلحناه هون، أو هذا حكي من السنوات السابقة، هاي السنة ما ظهرت أي حالة مثل هيك. في عنا نحن منقلهم على شو ممكن يكون العطل، بتحاول إنه نحط البنت إنه هي فكي الجهاز عندك، حاولي إنه أنت تتعرفي على العطل، صلحي أنت بإيدك، نحن علينا بس إنه نشر لك على العطل أو ممكن، وإذا صعب عليك لا مانع إنه تجيبي هون نستفاد الكل من هالموضوع. طبعا بدي اشكر استاذ وجيه على هذه المعلومات، بدي لك يعطيك العافيه وجهودكم مشكوره. طبعا بدي انتقل مباشره لاحدى الطالبات حتى تجاوبني على كيف عمليه التدريب سواء بالنظري والعملي. بقول لك مرحبا. هلا نحن هون بنلاحظ انا مخططات وكتابات، شو عم نساوي خلال التدريبات النظريه والعمليه؟ هلا مثلا عندنا نحن قسم عملي وقسم نظري، قسم النظري بناخذ وبنشرح وبنفهم وهيك، بقسم العملي اي شيء بناخذه من نظري بنطبقه يعني على عملي وبنشتغل عليه، وعندنا مثلا تمرينات وبننفذهم وهيك.
هلا نحن سالت تو استاذ وجيه، بامكانك صار اذا عطل بالبيت صادفك بتصلحيه؟ عندك قدره على ذلك؟ حسب الاعطال اللي نحن اخذينها بنقدر انه نشتغل عليهم ومثلا نصلحهم هيك، وشي ما اخذينه مثلا بنسال بنقرا بنسال اساتذتنا ومهندسينا وهيك. تمام. هلا انت دخلتي المهنه عن رغبه ولا بالعلامات؟ هلا هي بالعلامات، بس يعني انا مع الايام شوي شوي حبيتها وصرت ابدا فيها. يعني شو بنوجه رساله لرفقاتنا اللي بينجحوا بالتاسع وبدهم يتوجهوا للمهني، بتنصحين بهالمهنه ولا لا؟ حسب رغبته، اذا هو مثلا حابب هذا الشيء وبيقدر فينا، لانه هي مهنه كثير ممتعه وكل ما عم تتطور، ونحن يعني بلدنا عم تطور هذا الشيء بزياده وعم تدعم هذا القسم او المجال. حلو، بتمنى لك التوفيق والنجاح ان شاء الله. طبعا هي اعطينا فكره هلا نحن عن مخبر التلفزيون. بدي التقي مع الأنسة أمر خياطي مديرة الثانوية، بقول لك يعطيك العافية أنسة أمر. التقينا بأول مخبر وسألنا الطلاب وسألنا المدرس طبيعة المهنة، كيف إقبال عليها؟ هلا الإقبال على مهنة تقنيات الحاسوب أو مهنة التقنيات الإلكترونية كتير شديد، وكل سنة عم تزيد عندنا الأعداد، حتى المجاميع اللي عم تجينا كتير عالية، يعني من 2700 وانت نازل، حتى عم يسكر عندنا الشعبة على مجموع عالي. ونحن مدرستنا كونها ما تستوعب أكثر من شعبة عم توقف عند عدد مجموع عالي. نحن بالبداية عن سأمر بدنا نحكي هيك، شو صعوباتكم أنتم كمهنة بتتطلب لكذا أدوات كهربائية وتجهيزات، شو عندكم صعوبات؟ نحن أول صعوبة وأهم هي التيار الكهربائي، إنه ما عم يتوفر بسبب التقنين الكهربائي. نتمنى منه يوفروا لنا مادة المازوت للمولدة أو تركيب ألواح طاقة شمسية لحتى بس نقدر ننفذ بعض التمارين، خصوصا طلاب البكالوريا. نحن حكيتي لي قلتي لي عم يدخلوا الطالبات برغبه وعلامات، صار عندك اوائل مثلا بالسنوات الماضيه؟ نعم، كل سنه عم يطلع لنا اوائل الحمد لله واعداد كبيره. هي السنه مثلا عندي انا من الحاسوب طلعوا 5 على الهندسه، والسنه الماضيه كمان في شيء 10 طلع، 5 تطبيقيه و5 هندسه. اذا هي رساله منكم اني للاقبال. نعم. ودخول الطالبات برغبه عم يطلع مخرجات جيده. نعم، حتى اللي عم تطلع على المعهد عم تتفوق بالمعهد وتطلع هندسه، او عم تجي فورا على التدريس، يعني عم تجي فورا تلاقي شغله موجود. كيف هلا نحن لقينا الطالبات متفاعلين مع المنهاج، عملي ولا نظري؟ في منهم هيك اقبلوا على مشاريع مثلا؟ في منهم ايه، يعني بس المشكله وين؟ انه نحن الوقت ما بيساعدنا، وبرجع بقول لك موضوع التيار الكهربائي. هلا انا سؤالي عم بقول اني مشاريع صغيره ببيوتهم، في حدا عنده مثلا مشروع ابداع واختراع بهالمجالات؟ هلا ممكن، بس يعني ما حدا طرح علينا لحد الان ولا فكره. بدك يعطيك العافيه، بس قبل ما نختم لقائنا في مقترحات لتطوير المهنه؟ المقترحات فيه لازم يتغير شوي بمعضل المنهاج، وأهم شيء الانترنت للمدرسة، يعني نحن لحد الآن ما متوفر عنا، كان موجود ولغونا. أنا راح أضم صوتي لصوتك من الضروريات إيصال الشبكة لمهنة الحاسوب. بدي أدخل كمان على إحدى القاعات حتى أشوف كيف عملية التدريب والاختصاصات. طبعا بمهنة الحاسوب متعددة الاختصاصات. بديلتي مع الآن سبيلك يعطيك العافية. هلأ نحن هون طبيعة التدريبات شو هي؟ هلأ نحن هون عنا مخبر الشبكات. مادة الشبكات هي بتعرفنا على أنواع الكابلات وأنواع الأدوات اللي نحن ممكن نستخدمها، بحيث إنه نعمل نحن شبكة وبين مثلاً الأقطار، أو بين مبنى مع مبنى، أو بين مكتب مع مكتب تاني. فهون نحن عنا هي الشنتاية بتساعدنا كتير بهذا الشيء، إنه نحن عنا أنواع الكابلات عرفناهن عليها للبنات، أنواع الكابلات وأنواع الشبكات. هلا نحن هون نحن عندنا انواع الكابلات، كابلات محوريه وكابلات ضوئيه وكابلات مجدوله. فعندنا البنات الحمد لله عم يساعدونا بهذا الشيء، والحمد لله عندنا مجموعه من الاجهزه. اذا والله فكره حلوه كثير تمديد شبكات للبنات، بامكانهم يمددوا شبكات محليه يعني؟ هلا طبعا نحن هون عندنا المحليه، يعني هي من ضمن المبنى. نحن بحيث انه مكتب مع مكتب انه نحن نعمل شبكه، طبعا اكيد بيعرفوا لانه نحن بيلزمنا كابلات ونعمل هالشبكه، لانه هي كثير شغله سهله. حلو. ومفيده جدا. تمام، بدي لك اعطيك العافيه. طبعا يعني فكره حلوه ان يعني الشبكات هي احدى اختصاصات مهنه الحاسوب، والبنت تتمكن من تمديد شبكه سواء محليه او على مستوى بناء، شيء جميل جدا. بدي لك اعطيك العافيه. هلا انا ملاحظ هون دفتر في عند رسومات للتجهيزات، شو بتحكي لها؟ هلا عم ناخذ امور نظريه ومننا نطبقها عمليه. ايه عم ناخذ اللي عم ناخذ الكابلات، وعم ناخذ عن البانسات وهيك متعرف عليهم، وانه الماده كتير حلوه وانه بتفيدنا انه لبعدين مشان نقدر نصلح وانه نستفيد من
إذن عم نتعرف على الأدوات اللي بنقدر نستخدمها خلال تمديد الشبكة والبانسات وكيف استخدامهم، ومن ثم عم نطبق عملي. طبقتوا شيء عملي هون على مستوى المدرسة؟ هلا عم نطبق الأنسة، عم تشرح لنا وبدنا هلا نطبق وتسمع لنا الأنسة تمام. هلا نحن اذا دائما التدريبات مقترنه، تدريب عملي وتدريب نظري. التدريب النظري عم ياخذوا المعلومات، ومن ثم العملي هو اللي بثبت لهم المعلومات وبيزيد مهارتهم. بدي لك مرحبا. هلا نحن دخلنا الحاسوب عن رغبه بالعلامه ولا شو؟ لا رغبه كثير. انا كنت بحب المعلوماتيه من قبل، فحبيت اني ادخل معلوماتيه، انه رغبتي انه يعني يكون مهندسه معلوماتيه، ان شاء الله بحقق هالرغبه. انا بتمنى لك تحقق الرغبه. هلا نحن الحاسوب له كذا اختصاص، شبكات وبرمجة. كيف هلأ أنت عم تتفاعلي مع المواد؟ التفاعل كتير حلو، في بكل مادة إنه هيك إنه كفريع كتير حلو، يعني مثل البرمجة إنه فينك تعرفي إنه هيك إنك تركبي، والصيانة فينك إنه مثلاً إنه بكل شغلة إنه فينك إنك أنت إنه تشتغلي بإيدك. إذن صارت الطالبات متمكنة من العمل بالصيانة، وهي عمل كتير حلو. هي بزور نتاج او مشاريع صغيره بتدر للاسره وللطالبه موارد ماليه بتعينها بحياتها العمليه. راح انتقل لمكان اخر ونشوف كيف مراحل العمليه التعليميه بالثانويه الحاسوب. بنقول لك يعطيك العافيه. هلا نحن هون نعرف الساده المشاهدين شو نحن موجودين. نحن هون عندنا مخبار مبادئ الكهرباء والالكترون في الحاسوب، ونحن هون بنعلم الطالبات الحاسوب والشيء الكهربائي والإلكتروني ضمن الحاسوب. يعني أحد التمارين عندنا مثلا بنعلمهم قانون كيرشوف، مثل ما شايفين الطالبات هلا حاليا عم بنفذوا قانون كيرشوف الثاني للجهد، وبننفذ هذا التمرين بشكل عملي زائد الرسم. والطالبات هون كمان عم بيرسموا التدريبات العملية على دفتر المليمتري أو الدفتر التدريبات العملية مثل ما شايفين قدام. هون المخبر هذا حديث المقاديم لما شو؟ المخبر حديث حاليا، بس ينقصنا شغلة واحدة وهي أساسية، هو التيار الكهربائي. يعني نحن عم ننفذ حاليا التمارين كلها بدون تيار كهربائي. عند بنوجة التيار الكهربائي بصير عندنا مخرجات جيدة وحدات تغذية، مقاييس تيار، مقاييس أمبير، كلها مننفذها بشكل نظامي وواضحة للطالبات. بدي لك يعطيك العافية، بدي أشوف رأي الطالبات. مرحبا. هلا نحن عم نجرب تمرين، تحكي لي عن طبيعة تجربة التمرين شو هو؟ هو قانون الكيرشوف الثاني للجهد، ومستفاد منه القياس المقاومات الهابطة من الجهد، وننفذ عمليا. هلا نحن نفذنا التمرين، شو بدنا نوضح للساده المشاهدين شو سوينا هيك؟ يعني الفيوزات، الادوات اللي عم نشتغلها، بتحديد العناصر والمقاومات، من قيس المقاومات ووحده التغذيه عندنا، الاجهزه والافا. هلا بدي اسال زميلاتك بوحده القاعات، هلا اذا اجاني مشروع مثلا اصلاح شغله الكترونيه او برمجيه صار بامكاني لما لسه بكير؟ هلا اي صف نحن؟ عاشر. هلا اي بدايه اول عام؟ هي صار عندك فكره هلا جراه مثلا تصلحي شغله عطلت بالبيت؟ هلا انه صار عندنا شويه فكره، بس يعني انه لسه معلومات بسيطه. بسيطه. بدي لك اعطيك العافيه. كمان بدي اسال طالبه ثانيه. هلا نحن حاسوب هون، او مهنه الحاسوب دائما المهني مرتبط بالذكوريه. هلا نحن كبنات كيف اقبلنا على مهنه الحاسوب؟ انه هي من رغبتنا، فتنا انه من رغبتنا، نحن بدنا هيك شيء. حبيتيها يعني؟ كثير حلوه، وانه شيء جديد علينا لسه، حبينا هيك شيء. تمام. بدي لك اعطيك العافيه. كمان بدي اشوف الطالبه هلا هون، ما شاء الله عليك رسومات دقيقه جدا وخط حلو. شو عم نرسم؟ شو عم نساوي؟ هون عم نرسم نحن قانون كيرشوف للجهد، فنحن هونيك طبقناه عملي مثل ما شفتوا. هلا هون نحن عم نطبقه نظري، عم نرسمهم على الدفاتر. كيف عم نستوعب المعلومات من المدرس؟ لا المعلومات كتير منيحة، يعني بس ناقصنا نحن كهرباء مشان ننفذ عملي، مشان نشوف القياسات. انت حبيتي كمان مثل زميلاتك المهنة؟ ايه اكيد، لان هي هي مهنة العصر وكتير مطلوبة هاي المهنة. في طموح لك بالايام الجاية؟ ايه اكيد، لانه بالمستقبل رح تطلع اكيد يعني مهنة كتير كويسة. بدي لك يعطيك العافية. طبعا زملاء مثل ما لاحظوا السادة المشاهدين كمان، نحن كنا معكم عم نرصد عملية تعليمية في ثانوية وليد حمدون للحاسوب للإناث. في إقبال كبير كل سنة عن سنة، مثل ما وضحت للإدارة خلال حديثها باللقاءات،
كل سنة عن سنة الطالبات عم يزيد الإقبال عليهم، في منهم بحقلهم عام عم يدخلوا حاسوب رغبة منهم، في منهم كمان عم يتفوقوا عم يدخلوا هندسات، دليل أني في حب لهالمهنة. بتمنى التوفيق والنجاح للطالبات جميعا ولجميع الطلاب. كنا معكم في تغطية عن مهنة الحاسوب من ثانوية وليد حمدون للإناث. نرجع لحضراتكم في الاستديو، لكم مني تحية، أنا وليد سلطان، ومن خلف الكاميرا المصور حكم الحمولي. طبعا ومن المهم جدا اكيد ربط التدريب النظري بالتدريب العملي لاستثماره لاحقا بالحياه العمليه. شكرا لك وليد سلطان، كنت معنا من حماه ومستمرين معكم، والى حلب والزميله ضياء قدور معنا ورصد الواقع التعليمي من المعهد التقني للاقتصاد المنزلي، والتفاصيل معك زميله ضياء. تحيه لكم زملائي بالاستديو، وتحيه لمراسلين التربويه بالمحافظات السوريه، والتحيه الاجمل دائما لمشاهدين ومتابعين شاشه التربويه السوريه. طبعا مثل ما وعدناكم نكون معكم بتغطيه لسير العمليه التعليميه بمدارسنا كلها. اليوم نحن موجودين معكم بمعهد التقني للاقتصاد المنزلي حتى نحضر ونشوف درس الخياطة بحرفة خياطة الملابس. بداية حتى ناخذ فكرة عن هذا المعهد والشيء اللي بيقدمه للطالبات، راح تكون معي مديرة المعهد الأنسة كوثر المولى. يسعد أوقاتك أنسة كوثر. أهلا وسهلا، صباح الخيرات، السلامة، يا هلا أنسة كوثر. بداية ناخذ فكرة عن هذا المعهد، عدد الطالبات، شو بيتضمن؟ معهد تقني الاقتصاد المنزلي هو مرحلة بعد الثانوية، دراسة سنتين، سنة أولى وسنة ثانية، طبعا مواد فصلية، الفصل الأول يختلف عن الفصل الثاني. عدد طلابنا 85 بين السنة الأولى والسنة الثانية. استقطبنا طلاب الثانوية المهنية النسوية الإناث ومهنة خياطة الملابس بالتلمذة الصناعية، واستقطبنا وحتى أثبتوا جدارة بسوق العمل. عندي بعض الطلاب مباشرة عم يشتغلوا بالورشات الخاصة. هلا أنسة كوثر، من خلال متابعتك، هلا نحن طالباتنا عم يدرسوا 3 سنين، 10، 11 بكالوريا، عم ينتقلوا للمعهد. المواد والشغلات اللي عم ياخذوها موزعه، انه بكل سنه بيتعلموا شيء مختلف عن السنه اللي بعدها؟ هلا نحن عنا بالكمعهد ثقل للي اخذوه سابقا، يعني المواد كلها اخذينها بس هلا زياده عنا. هلا هي سلسله متواصله بتعتبر عنا الخياطه، ثقل دعم لهم بحيث انه يتمكنوا بشكل افضل. طبعا هلا هون بدك تقولي صار اكاديمي عندهم، بنحس ان احنا بنعطي العنان للطالبه تحط ابداعاتها بكل سهوله بكل رقي، انه هن يشتغلوا حسب الموضه كمان عنا، مو بس انه بس المنهاج، وبيحطوا لمساتهم وش ابداع الشخصيه، كل واحد بيحط من روحه على قطعته، وخاصه بالتنفيذي او المشروع. هلا هي اللي بدي اسالك عنها، انه الطالبات عم بينفذوا مشاريع، انه في شيء مقرر لهم ضمن المنهاج بيشتغلوا، ولا في ممكن شغلات ثانيه كمان ممكن يشتغلوها هون؟ تمام. هلا نحن في عنا خطه درسيه لازم تنفذ، مثل اليوم درس اليوم هو كان عنا الكاب مع مثلث مع كابيشون، في عندهم تنفيذي هذا من اختيار الطالبه، وفي عنا ماده المشروع هو على فصلين، الطالبه مشروع تخرج بدها تحط نتاج او شيء تعلمته 5 سنوات بدها تحطه بهالمشروع التخرج، وعليه علامه، هي بتعتبر علامه امتحانيه من 100. شو هو المشروع التخرج اللي بتقدم؟ بتقدم الطالبه مثلا بتريد تطريز، كروشيه، خياطه، تصميم ازياء، التصميم بده يتابع التصميم اليدوي مع التنفيذ على القماش على مقاس الطالبة، أو حدا أو شخص بده شغلة تانية، جاكيت، مو ضروري بس فستان سهرة، جاكيت، كاب سهرة، اللي بالدنيا. شكرا لك أنسة كوثر. ننتقل هلأ كمان للمعلم، مثل ما أنا شايفين طبعا الطالبات عم يشتغلوا مراحل معينة، طبعا في شيء متسلسل من بداية استلامهم للموديل ورسمه. يسعد أوقاتك، نتعرف عليكي. أهلا وسهلا، مدرسة نور عصلي، للمدرسة للسنة الثانية. هلأ ناخد فكرة شو عم تعطيهم؟ نحن أخذنا أنواع كثيرة من الكابات، عم نطبق هلأ الكاب المثلث على الخياطة، عم بمراحل البنات القص والخياطة. هلأ هو هذا الموديل اللي عم تشتغلوه أنتوا طبعاً ولادي ما هيك؟ لا هو عكبير، بس نحن بنقصه على نموذج صغير مشان يكفينا يعني سهولة الخياطة للبنات. هلأ ناخد فكرة من حضرتك عن مراحل الشغل لهي القطعة اللي عم تشتغلوا اليوم. هلأ أول شيء بيرسموا المخطط على ورق اللي هو ورق الزبدة، بعدين بيفصلوه، عم بيحطوا على القماش بيفصلوه بياخذوا علامه، بعدها بينتقلوا لمرحله الخياط. طبعا الخياطه لها مراحل مثل القص، يعني هلا هي اجزاء هي قطعه الكاب والكابيشونه والسجاف، ببلشوا بعدين مراحل الخياطه.
هلا انتم دائما بحصه الخياطه انه فورا تطبيقات عمليه ولا في شيء عندنا نظري ممكن تعطي؟ نظري وفي عملي طبعا. في هلا انا ما بقول لك كذا موديل اخذنا للكاب شرحناهم شلون بيتخيطوا شلون اللي له فتحات اللي له مفتوح من هلا هذا مسني المفتوح اللي له فتحه نعطي كذا مرحله نظري بعدين بنختار موديل بنطبقه عملي. وشو اللي بيقيم جوده قطعه الطالبه يعني هلا كلهم عم يشتغلوا نفس الموديل؟ لا هلا هي ايدها اذا كانت نظيفه الطالبه فاكيد قطعه بتطلع حلوه يعني. هي شو هي مصطلح انه ايدها نظيفه يعني شو بتفرق؟ درزاتها ساويه علامه صح مخططه صح هذا كله بياثر على الموديل. شكرا لك. هلا بننتقل للطالبات نشوف هون نتعرف عليكي. صباح الخير. صباح النور. نشوى حماش طالبه سنه ثانيه سنه تخرج. هلا شو انت عم تشتغلي هاي المرحله؟ هلا انا خلصت قص بعد ما اخذناه على الدفتر بدنا نطبقه نقصه على القماش. انا هلا انتهيت من مرحله القص رح ابلش على مرحله الماكينه ادرزه على بعض. طيب هلا بدي معناتها شوف المرحله اللي قبلها. هلا في هون صبيه نتعرف عليكي. رؤى اسماعيل سنه ثانيه. هلا انا عم قص نقصت وهيك هذا هلا انت رسمتيه؟ اي رسمته قصيت بس انه بعدين انه بلش انه مشان درزه وهيك. طيب هلا انت هي منقول السنه الخامسه اللي عم تدرسي فيها هالاختصاصات هي، لحد هلا شو بتحسي حالك تعلمتي تشتغلي؟ يعني انه تعلمت مثل عاده انه بقص انه ارسم مخططات اساسيه ونزل موديل ويعني انه بقدر نخيط اي جاكيت يعني. يعني هلا بالبيت مثلا انه لما اخواتك او امك بيلزمون اي شغله بتخص الخياطه انت قادره تشتغليها؟ ايه تماما تمام يعني اي شيء بقدر اشتغل يعني. كمان بننتقل للصبايا الثاني كمان نشوف المراحل اللي عم يشتغلوها. نتعرف عليكي. بيان قلعجي. بيان شو عم تشتغلي انت هلا لوين وصلتي؟ هلا انا وصلت على الكابيشون عم بقصة. لازم تكون مسني الفتحه الاستجاف لازم يكون مسني امام وخلف مسني. هلا كمان بدي اسالك مثل ما سالت رفيقتك شو الشغلات اللي تعلمتيها خلال هالخمس سنين وانت عم تدرسي فنون؟ هلا لو ما الفنون يعني ما كنا كمشنا الابره عن جد يعني كتير تعلمنا شغلات يعني إذا انفتق مثلاً بلوزتنا بنطلون شغلة عاملة يعني مثل عادة من القص يعني من خيط يعني مو بس إنه نحن عم نتعلم يعني بكرة مع الأيام يعني إذا يعني نخيط نصلح يعني ما ضروري نرغض عند الخياط. وكمان أنتوا هلأ فيكن بعد ما تتخرجي صار فيكي تفتحي مشروع خاص فيكي؟ إن شاء الله. إيه طبعاً نتمنى لك توفيق. كمان بنتقل للطالبة هون كمان شو بنتعرف عليك بداية؟ لوين وصلتي هلا؟ هلا عم قصيت المخطط بدي اخذ علامه وبدي بلش خياط. تمام. هلا انا بدي اسالك هلا في نحن دائما بيقولوا طالبات الفنون انه بس شغلتهم خياطه، انتم شو بتاخذوا غير الخياطه؟ شو بتشجعي الطالبات انه انت شو عم تتعلمي هون؟ عم بتعلم كل شيء بيفيدني، خياطه، بخيط، تصميم، يعني بصمم الموديل انا بحبه، كروشيه، صوف، يعني كل شيء كثير شغلات بتفيدني لقدام، يعني فبتعلم كثير شغلات يعني لإلي انا بتفيدني، يعني كمان حلوه يعني. نتمنى لك التوفيق. هلا بننتقل هون للصبايا اللي عم يشتغلوا كمان على الماكينه، نتعرف عليكي. شهد الابزاعي. هلا انت شايفتك انت على الماكينه، هي المرحله الاخيره؟ ايه. هلا هي اول شيء نحن نخيط الكابيشون. طيب ورجينا هلا انت عم تشتغلي واشرحي لي شو عم تعملي. هلا انا اول شيء دخلت الكابيشون هون وهون بعدين دقالبه وقالب هي كمان وادرزون على بعض عشان تتنظف الكابيشون بعدين بشيل الكابيشون بحط على يقطة الكاب انه بنظفهم يعني هيك بحاول ادرزها هيك. هلا هيك دور مداراتها وانظف قلبه. طيب اشتغلي نشوفها هلا بدها تستريتش. هلا لوقت الجاهزية، هلا بدي اسألك أول مرة قعدتي فيها قدام الماكينة وهلا قديش لقيتي فرق؟ كثير فرق كبير، يعني حتى صرت إنه تعلمت أكثر وكل مرة عم بزبط معي الشغلة أكثر وأكثر من أول. طبعاً هي الشغلات اللي عم يتعلموها هون الطالبات طبعاً شغلات مهمة جداً. هلا مثل ما أنا شايفين الصبية عم تدرز القطعة اللي قصتها رسمتها بداية وقصتها وهلا عم بتخيطها بإيدها لتوصل للمرحلة النهائية إنه هي تصنع كاب.
طبعا التعليم المهني هي هون اهميته، لما الطالبات عم يتعلموا حرفه او مهنه، مو بس خياطه، في حرف ومهن كثيره عم يتعلموها هون، وعم بتساعدهم بالايام ليفتحوا مشروعهم الخاص وتربطهم بسوق العمل بحرفه جميله ومميزه. وطبعا مثل ما سمعنا انه هون مو بس للصبايا، حتى الشباب كمان في بحرفه خياطه الملابس وعم يطلع منهم شباب مبدعين. شكرا لك زميلة ضياء، كنت مع إضاءة مهمة طبعا من حلب، وإلى حمص والزميلة نور والنوس معنا، وإضاءة على إعادة افتتاح معهد إعداد المدرسين في مقره الجديد في حي باب الدريب بعد توقفه منذ عام 2002. التفاصيل معك زميلة نور. تحية لكم زملاء في الاستوديو وتحية لكل مشاهدي التربوية السورية. نحن الآن متواجدون في معهد إعداد المدرسين، حيث قامت مديرية التربية بإعادة افتتاح معهد إعداد المدرسين في مقره الجديد في حي باب الدريب، وذلك بعد توقفه منذ العام 2002، وذلك من خلال 4 اختصاصات وهي الإنجليزي والفرنسي والرياضيات والعلوم. طبعا تم قبول لهذا العام 330 طالب وطالبة. للحديث أكثر عن هذا المعهد، أهمية إعادة افتتاح هذا المعهد، نلتقي مع الأستاذ وليد المرعي وهو مدير التربية في حمص. مرحب فيك أستاذ وليد. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. أستاذ وليد، فينا نقول خطوات متسارعة أو نتيجة للحاجة الملحة قامت مديرية التربية بحمص بقرار وهو إعادة افتتاح معهد إعداد المدرسين هذا المعهد العام. تحكي لنا قديش خطوة مهمة إعادة افتتاح هذا المعهد؟ صباح الخير. طبعا حرصا من وزارة التربية على حسن واستقرار العملية التعليمية، وخاصة في المناطق البعيدة، كما تعلمون أن حمص متناثرة الأطراف بعيدة جدا، فقد تم افتتاح معهد إعداد المدرسين على 4 اختصاصات، وهذه الاختصاصات هي الاختصاصات شبه النادرة في المناطق البعيدة. طبعا هي اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والعلوم العامة ومادة الرياضيات. بالنسبة طبعا معهد إعداد المدرسين للاختصاصات السابقة معهد ملتزم، ويتعين الطالب بعد التخرج مباشرة في المنطقة التي تقدم لصالحها في الريف. فالطالب تقدم أو قام بكتابة تعهد خطي بالالتزام بالخدمة في المنطقة التي تقدم لصالحها كونه من أبناء تلك المنطقة، حيث يساعد افتتاح المعهد في استقرار وتوطين العملية التعليمية، ويساعد على سد الشواغر في مدارس الريف، مما يؤدي إلى الوصول إلى مخرجات تعليمية نوعية. شكرا لك أستاذ وليد. نحن نلتقي أيضا مع الأستاذ، تعرفنا يا حضرتك أستاذ؟ الزبير إدارة الإعداد والتدريب. تحكي لنا عن تفاصيل، حضرتك كنت مشرف على عملية إعادة تأهيل، فينا نقول هذا المقر الجديد لمعهد إعداد المدرسين، عن فينا نقول الشواغر، عدد الطلاب، أيضا تأمين مستلزمات العملية التعليمية في هذا المعهد. طبعا تم قبول عدد وقد 330 طالب وطالبة في معهد إعداد المدرسين بحمص، موزع وفق 4 اختصاصات هي العلوم والرياضيات واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. طبعا تم رصد الاحتياجات بشكل مسبق لتحديد العدد اللازم وفق الاحتياجات المناطق الريفية المستهدفة. طبعا جميع المقبولين هم من أبناء مناطق التي بحاجة أكثر للشواغر. الأمور سارت بشكل جيد، تم تأمين كافة متطلبات العملية التدريسية والتربوية، وحتى تم تأمين كافة الكوادر الإدارية والأساس اللازم، ونحن دائما في تقويم وتغذية راجعة مستمرة للوقوف على الواقع وتلافي النواقص فور حدوثها وتأمين كافة المستلزمات. كيف يتم تحديد لهذا العام قبول الطلاب؟ طبعا تم أول شيء بداية تم مثل ما قلت لك رصد الاحتياجات حسب الحاجة الفعلية في المناطق الريفية، وتم تحديدها من تغطيتها من قبل الوزارة بالشواغر، وبالتالي تم تحديد الأعداد اللازم قبولها في هذه المناطق، وبناء عليه تم قبول الطلبة المتقدمين وفق هذه الحاجة الفعلية. شكرا لك أستاذ. إذن مثل ما ذكرنا هناك هذا العام تم افتتاح 4 اختصاصات وهي العلوم
العلوم والرياضيات والإنجليزي والفرنسي، وهي تعطى في عدة قاعات في هذا المعهد الذي تم إعادة تأهيله ومن جديد. يعطيك العافية. تعرفيني عن حالي؟ غنوة بلال. غنوة، تحكي لنا اليوم أنت سجلتي بالمعهد لأول سنة، قديش مهم هذا المعهد وأنت بنت الريف لتقدري بعد التخرج أنك تكوني قادرة مدرسة بمنطقة الريف تبعيتي؟ هي فرصة مميزة كتير، وكانت من حظنا إنه يفتتحوا هذا المعهد مشان نخدم ريفنا، وخصيصا بسبب نقص الكوادر عندنا بالمدرسة، لأنه صعب كتير إنك تروحي من المدينة للريف، وأنا بالريف يعني كتير فرصة مميزة إني لاقي وظيفة وضمن منطقتي يعني، وكتير سهل يعني إنه. لك التوفيق. شكرا. يعطيك العافية. تحكي لنا قديش مهم اليوم غير انه المعهد رح يأمن فرص عمل، مثل ما قلنا المعهد ملتزم وكان متوقف، قديش مهم لكم كطالبات اليوم بعد سنتين ايضا تلاقوا فرصة عمل لكم وفيكم تكونوا مدرسين ايضا؟ طبعا المعهد خطوة هي كتير منيحة منشان احنا نتأهل ونصير مدرسين بفترة كتير قصيرة، وطبعا المعهد كتير منيح بعد غياب 15 سنة، وبتمنى التوفيق لزميلاتي وزملائي. بتمنى لكم التوفيق، اكيد الطموح ما بيتوقف عند المعهد، في طموح. طبعا انا بدي سجل تعليم مفتوح بعد المعهد وكمل دراسي. بتمنى لكم التوفيق. سامي يا رب. يعطيك العافيه استاذ، يعطيك الف عافيه استاذ. يا هلا. عرفتي عن حالك؟ انا سائر سليمان، اختصاص فيزياء كيمياء. احكي لنا استاذ قديش اليوم مهم توقف هذا المعهد لسنوات طويلة، عاد اليوم ليؤهل طلاب فينا نقول مؤهلين مدربين ليكونوا بعد عامين أساتذة في المدارس. أنا بالبداية منرحب بأبنائنا الطلبة ونتمنى لهم الحظ السعيد، وهي فرصة إجتهم فرصة ممتازة، لأنه معهد إجا معهد ملتزم خلال سنتين بيطلعوا على الحياة العملية وعلى وظيفة واللي هي التعليم، وكانت فكرة ممتازة عودة المعهد لروفد الكادر التدريسي اللي بيعاني من نقص ببعض الأماكن تحديداً المناطق الريفية لسد النقص الموجود هناك وإتمام العملية التعليمية بشكل أفضل. يعطيكم ألف عافية أستاذ، بتمنى لكم التوفيق. طلي بخير، الله يوفقكم. إذن مثل ما شايفين مشاهدينا، هذا افتتاح إعادة افتتاح هذا المعهد يعتبر خطوة هامة جدا لجهة أنه ملتزم ويؤمن فرص عمل بعد عامين للطلاب والطالبات الذين يتخرجون من هذا المعهد، وأيضا يصبحوا قادرون على خدمة المنطقة الريفية ورفد المنطقة التعليمية هناك. عودة لكم زملاء في الاستوديو. أكيد خطوة مهمة جدا طبعا إعادة افتتاح هذا المعهد بعد التوقف لمدة سنوات ليقوم لاحقا برفض الحقل التعليمي بالكوادر التدريسية الجديدة. شكرا لك نور والنوس، كنت معنا من حمص، وننتقل إلى طرطوس والزميلة رولا صالح معنا وإضاءة على ندوة حوارية بعنوان شوفونا بقلوبكم بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة والتي يقيمها فرع طرطوس لمنظمة طلائع البعث بالتعاون مع مديرية تربية طرطوس. تفضلي رولا. نعم، تحية لكم زملاء وتحية لكل الزملاء المرافقين من كل المحافظات السورية. من محافظة طرطوس، فرع طلائع البعث يقيم ندوة حوارية بمناسبة يوم الإعاقة العالمي تحت عنوان شوفونا بقلوبكم. نعرف تفاصيل أكثر عن هذه الندوة، مين الطبقة اللي هي مستهدفة من هن الموجودين معنا بالندوة الحوارية من خلال حديثنا مع الدكتورة مايا بركات رئيس دائرة البحوث. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. كتير مهم أنه نحن نهتم بالأطفال ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، وبالنهاية النتائج هذه عم تكون مثمرة بشكل دائم، هذا التعب ما عم بيروح على الفاضي. اليوم عم نشوف أنه أنتم استهدفتوا فئة معينة من طلاب صف السادس لحتى تعطوا الندوة توعوية حول هذا الموضوع. تمام. الندوة اليوم هامة جدا بالشريحة المستهدفة، طلاب أو تلاميذ المدارس. تحدثنا عن نقاط أساسية كان من المفترض أن تكون واضحة، وخصوصا أنه المدرسة ليست دامجة، فالمفاهيم الأساسية للإعاقة إلى حد ما هي ما واضحة بالمدرسة غير الدامجة، فكانت الإضاءة على أنواع الإعاقة، أهمية الدمج، كيف نحن شو أهم المشكلات اللي بيعاني منها دمج هؤلاء الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس. تطرقنا للتنمر، هو أهم وأكبر المشكلات اللي بيتعرض لها، شو هي أهم الآثار اللي
بتنجم عن التنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الأساليب الوقائية للحد من التنمر قدر الإمكان. الشكر لك، بتمنى لك توفيق. ورح انتقل لعند الرفيقة عفاف الشيخ، عضو قيادة فرع طلائع. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، شرفتونا. أهلا وسهلا. هلأ من خلال هذه الندوة الحوارية قليلة، شو لمستي عند الأطفال وقديه شفتي في وعي وقديه شفتي في تفاعل؟ تمام. هلأ طبعا نحن بداية بنقول أنه بالمنظمة الطلائع بعد الثانية بالأطفال من صف الأول لصف السادس، ودائما نشاطاتنا هي تكاملية مع مديرية التربية. في عندنا رسالة وهدف نحن بنوجهه لهالأطفال، ونعرف شو في عندهم ونعزز القيم الإيجابية، ومن بعد شوي عن القيم السلبية. نحن ما راح نقول السلوكيات الخاطئة، أكيد ما في سلوكيات خاطئة إنما سلوكيات سلبية. فالأطفال كانوا جدا متفاعلين وكانوا حابين يعرفوا، حابين يزوروا غرفة المصادر، حابين يزوروا الجمعيات اللي تعني بذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا حملناه الرسائل نحن كتربية وكمنظمة، ينقلوها إلى رفاقهم في المدارس، ينقلوها إلى أهلهم، ينقلوها حتى إلى مجتمعهم الذي يعيشون فيه. غرف المصادر الموجودة بالمدارس كافية مجهزة؟ على غرف المصادر طبعا هي تعني فيها التربية بشكل مباشر، نحن كمنظمة نعني بالنشاطات اللاصفية، فغرف المصادر أعتقد أنها جاهزة. كل الشكر لك. رح انتقل عند الأستاذة شزا عروس، منسقة دمج الإعاقة. يعطيك العافية. يعطيك يا رب. حبيت تفاعلك مع الأطفال، وقد ايه كنتي هيك متحمسة عم تجاوبين على كل الأسئلة اللي قد ايه مهم فعلا إنه نحن نزرع بأذهان أطفالنا هيدا الجيل أهمية الاهتمام بالطفل ذوي الاحتياجات الخاصة، وكيف بنقدر نتعامل معه، خصوصا مثل ما عرفنا إنه بعض الطلاب الموجودين هلا معنا من مدارس دامجة. تماما، اهلا وسهلا فيكم. اليوم كثير الندوه كانت مهمه، وكثير كان فيها رسائل مهمه لتلاميذنا وطلاب كليه التربيه. اليوم نحن حكينا عن مفهوم الاعاقه وعن اسباب الاعاقه، وتطرقنا لمفهوم الدمج وكيفيه مدير التربيه تعامل يعني بغرف المصادر مدارس الدامجه. طبعا غرف المصادر هي غرف مخصصه لاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، داعمه لهم، فيها برامج تعليميه، يقوم معلمي غرف المصادر باعداد خطط تربويه بالتعاون مع معلمي الصفوف، ومن ثم تعزيز نقاط القوه عند تلاميذنا اطفال ذوي الاحتياجات الخاصه لحتى نحقق اقصى قدراتهم. واليوم بالندوة اليوم حسينا تفاعل كثير من تلاميذنا، وإن شاء الله هنن رح ينقلوا هاي الرسائل لأصدقائهم لحتى يستفادوا من هاي المعلومات المهمة. قدية مستمرين بهذه الندوة، كم مرة رح تجيبوا أطفال وتستهدفون، أم رح تروحوا بقى على المدارس، رح تروحوا على الريف، اللي لكيف الخطة؟ الخطة هلا مع منظمة طلائع البعث، ومشكورة على هي الاستضافة الحلوة. أكيد في ندوات لاحقة بهذا المجال رح يزوروا هنن غرف المصادر وبيشرفونا بهي الزيارات بالمدارس الدامجة، وإن شاء الله رح يكون في ندوات متكررة مع منظمة طلائع البعث وطلاب كلية التربية. شكرا لك. رح انتقل انا لعند الطلاب اللي هن موجودين معنا لنشوف الافكار اللي هي وصلتهم وشو فهموا من الندوة. مرحبا. اهلا وسهلا. شو اسمك؟ ورد الخطيب. وقف من بعد اذنك. ايه اللي ورد من اي مدرسه؟ مدرسه ميسالون طرطوس. طب هلا انت حضرت ندوه بما يخص الاطفال ذوي الاعاقه، اللي شو فهمت؟ تعرفنا مع مفهوم التنمر، شو هو التنمر، وكمان انه كيف نحن لازم نتعامل مع المتنمر، وكيف بنخليه نعامله كشخص طبيعي ولا من زاويه المتنمر ولا الطفل ذوي الاحتياجات الخاصه، وانه المتنمر كيفيه توعيته وفرض عقوباته، انه الشخص الذي يتنمر على الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه الذي لديهم مشاكل بسلوكياتهم. ايضا تعرفنا مفهوم التوحد، وانه المتوحدين احيانا يكونون اشخاص متفوقين اكثر من الاشخاص الطبيعيين. يعني يسلم ايدك. اذا حدا تنمر عليك قل لي شو بتعمل؟ اخبر المرشده النفسيه، لا اهتم بالموضوع واخبر المرشده النفسيه. مرحبا. اهلا. اذا حدا تنمر عليك قل لي شو بتتصرف، شو فهمت من الندوه؟ اتجاهله واخبر المرشده النفسيه والمعلمه. شكرا لك. رح انتقل كمان لحتى ننوع، رح اخذ من البنات الحلوين الموجودين معنا. مرحبا. هلا. شو اسمك؟ لين معلا. لين قليلي شو فهمتي من الندوه؟
فهمت من الندوة انه عن التنمر لازم نحن نبعد عن التنمر، كمان مناقشة توعية المتنمر ونتعامل ذوي الاحتياجات الخاصة كمعاملة سليمة، ولازم نكون ابدا متنمرين ولازم نحب بعضنا البعض. شكرا لك. مرحبا. هلا انتم اللي موجودين هون عليكم مهمه انه انتم تنقلوا هذه المعلومات لرفقاتكم بالصف. قولي لي شو رح تقولي لرفقاتك بس تروحي بكره تداومي بالمدرسه؟ بقولي انه ما بقى انه اذا كان في تنمر انه ما يتنمروا انه حرام وهيك، وبقولي انه مثلا انه نضلوا نحبوا بعض البعض انه ما بقى يصير في مشاكل انه علقات. اذا شفتي طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه موجود عندكم بالمدارس او بالطريق كيف تتعاملي معه؟ بتعامل معه بشكل سليم كانه مثلي مثله، ما بفرق ما بميز رفيقي عنه ولا بشوف حالي ليه اذا انا شخص سليم او هو شخص بيملك ذوي احتياجات خاصه انه انا اروح شوف حالي عليه واتنمر عليه. عدم التنمر لانه هذا كثير بيجرح مشاعره. اذا شفت حدا عم يأذي او عم يجرح او عم يتنمر على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه شو بتعمل؟ بخبره بعدم التنمر عليه وعدم الاذاء لانه هو واحد مثله ومثلنا. رح بعد ما اخذنا اراء الطلاب رح انتقل لعند طلاب من كليه التربيه كانوا اليوم باستضافه هيدي الندوه لنعرف تفاصيل اكثر قد ايه فادتهم حضور هيدي الندوه. مرحبا. هلا انت سنه ثالثه كليه التربيه؟ انا اوكي تمام سنه رابعه كليه التربيه بس نحن انسات عم نعمل استاجات. طبعا تعلمنا كثير من هالندوه بموضوع معين نحن كيف نتعامل بشكل راقي بشكل مهتم جدا بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. طبعا هم اطفال مثلهم مثل اي اطفال اسوياء، فنحن المفروض مننا نعاملهم بنفس المعامله، نكون معهم بالطريقه اللي هنهم بدهم اياها، يعني بكل الاهتمام بكل الاحترام. هلا بما انه كنتي موجوده حضراني الندوه اليوم قولي لي حجم الفائده والمعلومات اللي انت اخذتيها. هلا هي كانت معلومات كثير حلوه، كان نحن عندنا انه اخذينها قبل بالجامعه بس توسعنا فيها اكثر وكثير كانت مفيده لانه بمجال عملنا نحن كمعلم صف ممكن يصير عندنا حاله هيك بالصف او برا الصف، فكانت معلومات كثير غنيه يعني مفيده وحلوه. بدي اتمنى لكم كل التوفيق، كثير مهم انه يتم توعيه طلاب كليه التربيه وجميع طلاب المدارس حول الاهتمام بالطفل ذوي الاحتياجات الخاصه على الاهتمام مثمر، والدليل الاكبر انه بمحافظه طرطوس السنه الماضيه تم تكريم اكثر من 18 طالب من ذوي الاحتياجات الخاصه، تم تكريمهم على انهم متفوقين، قدروا يحصلوا على نتائج وعلى علامات كثير عاليه بنتيجه جهود الاهالي وايضا المدارس. كل الشكر لكم زملاء، كنا معكم إذن من محافظة طرطوس، برجع لعندكم زملائنا باستوديو التربوية بدمشق. أكيد نشر الوعي بهذا الخصوص مهم جدا طبعا وخاصة بالتعامل المباشر مع الأطفال ذوي الإعاقة. شكرا لك زميلة ضياء، كنت معنا من طرطوس، وختام حلقتنا من السويداء والزميلة سماهر دنون، وإضاءة على مواهب الطلاب المبدعين. التفاصيل معك زميلة سماهر. على المحبة، نلتقي بكم أسبوعيا مشاهدي شاشة التربوية السورية، بالتحديد برنامج مراسلو التربوية وزملائي في الاستديو المركزي وزملائي المراسلين في باقي المحافظات. تحية لكم. سوريا غنية بأبنائها الموهوبين، واخترنا لكم اليوم موهبتين من محافظة السويداء، الأولى في الرسم والثانية في الشعر. طبعا أنا اليوم في مكتب مدير التربية المساعد للتعليم الأساسي أكرم الحسنية الذي استضافهما تقديرا لهما وتكريما أيضا لجهودهما في تنمية هذه الموهبة أيضا لتشجيعهما أيضا. رح نتعرف على هذين التلميذين. مرحبا. هلا. تعرفنا باسمك؟ حمزة الشعبيت. من أي مدرسة؟ من مدرسة شهيد نبيل المساني. موهبتك؟ الرسم. الرسم، أهلا وسهلا فيك. مرحبا. أهلا. اسم حضرتك؟ أوس نصر البني. موهبتك؟ الشعر، إلقاء الشعر والشطرنج ورياضة النشاك ورياضة كرة القدم. ما شاء الله. من أي مدرسة حضرتك؟ من حمد عكوان. مدرسة الشهيد حمد عكوان. أول شيء رح نبدأ بموهبة حمزة، خلينا نشوف هيك بعض الرسومات مباشرة ونحن عم نشوفهم رح ندردش معك. بدك تعرض لنا إياه هناك باتجاه الكاميرا لو سمحت. إمتى بدأت الرسم؟ وأنا صف ثاني. حاليا حضرتك بالصف؟ سادس. يعني لك 4 سنوات عم تشتغل بالرسم، كيف اكتشفت موهبتك؟
أمي بلشت تدعمني بالرسم وتساعدني وتقول لي إنه تحفزني من شين الرسم، وأنا صرت أقدر جهودها لأمي وصرت أتعب بالرسم وأتحدي حالي لصرت أعرف الرسم. طب شيء كتير إبداعي، خلينا نشوفك بعين الكاميرا، شو أكتر شيء هيك قريب لإلك؟ كأنه الوجوه أنت قريب، يعني بتحب ترسمها؟ إيه والحيوانات كمان. نحن ما بدنا نغطي لك وجهك وخلي أيوة تبين اللوحانة. أيضا شو بدك تخلينا نشوف؟ في كمان بعرف هاي نعم كثير حلوين، وبرسل كمان زخرفي نعم مثل هذول هيك بالالوان وبال نعرضها على الكاميرا نعم. هاي الزخرفي بدها دقه كثير صح. وكيف عم بتوفق ما بين الموهبه وتحصيلك الدراسي؟ مثلا بدرس بحل وظايفي برجع هيك بنسق وقت باليوم ارسم فيه لما عم بيكون يعني رسم بده دقة، بس بنفس الوقت هو بيعطينا يمكن بخلينا نصير نركز أكثر، هذا الشيء بينعكس على شخصيتك، يعني أنت أكيد تعلمت الهدوء أكثر بهاي الموهبة؟ أكيد. شو طموحاتك؟ إنه صير رسام ويعرضوني هيك وصير رسام عالمي يعني الكل، وصير عندي معرض لحالي وهيك. طموحاتك العلمية، طيب شو بدك تكمل؟ يعني بدك تدرس فنون جميلة مثلا؟ ايه بدي ادرس فنون جميلة وبدي اصير دكتورة بسيطة. طبيب كمان، معناته بدك تدرس طب انت وتحافظ على موهبتك. شو اخر لوحة رسمتها؟ هاي اللوحة بتعبر عن التجاعيد ووجه هيك. ودققت فيها كثير، يعني اخذت معي شي 4 ساعات 6 ساعات هاي اللوحة. يعني هي هيك فيها حزن وبنفس الوقت فيها هي التجاعيد اللي بتعطي خبرة الحياة. مثل ما عم نشوف كمان هون في عندك رسمات، هي الرسمة خلينا نشوف. عم بيكون في دور لأسرتك ودور لمدرستك، احكي لنا عن هذا الأمر. مثلا أمي مثلا بتيجي بتساعد لي بتقول لي إنه هاي الرسمة مثلا حلوة كثير وبتحفزني لكفيها، وتقول لي وبتساعدني إنه هاي الرسمة حلوة هاي الرسمة مش حلوة وهيك. مدرستك؟ مدرستي كمان أنا شاطر بمدرستي ومتفوق دائما ودائما بجيب العلامات التامة، بس بنسق وبرسم بنفس الوقت. في تشجيع من قبلهم لموهبتك؟ ايه انست الرسم وكل ال وانا هون بدي وجه شكر وتقدير ايضا لمديرة مدرستكم سيدة لميس حسنية، اكيد دائما عم تتواصل معنا وعم بتلفت نظرنا للاضاءة على هي المواهب. اكيد نحن رح نرجع لعندك، ولكن رح ناخذ ايضا اوس البني. اوس شو بدك تسمعنا اول شيء؟ رح سمعكم لقصيدة لأبو العتاهية. يلا خلينا نسمع. نأتي إلى الدنيا ونحن سواسية، طفل الملوك كطفل الحاشية، ونغادر الدنيا ونحن كما ترى متشابهون على القبور حافية، أعمالنا تعلي وتخفض شأننا، وحسابنا بالحق يوم الغاشية، حور وأنهار قصور عالية، وجهنم تصلى ونار حامية، فاختر لنفسك ما تحب وتبتغي، ما داوم يومك والليالي باقية، فغدا مصيرك لا تراجع بعده، إما جنان الخلد وإما الهاوية. رائع جدا. هذا بمجال الشعر، شو حققت أنت بمجال الشطرنج؟ هل شاركت بمسابقات؟ طبعا بفضل مدري حمد السعد وصلت لمراكز عالي ووصلت للمراتب الأولى بالفئات العمرية. يعني ما بين الشعر والشطرنج، يعني في عندك أنت الفصاحة والخطابي وبنفس الوقت شطرنج اللي هي رياضة العقول، هذا الأمر بينعكس على شخصيتك، يعني شو غيرت فيك هاي المواهب؟ دائما لما شارك ببطولة شطرنج بحس بارتياح، بالعالم حوالي صار جنة. شو بدك تسمعنا بعد؟ بدي سمعكم بعد للمتجردة للنبغة دبياني. أمينة لمية رائح أو مغتدي، عجل ذا زاد وغير مزودي، أفد الترجل غير أن ركابنا، لما تزل برحالنا وكأن قدي، زعم البوارح أن رحلتنا غدا، وبذاك خبرنا الغداف الأسود، لا مرحبا بغد ولا أهلا به، إن كان تفريق الأحبة في غدي، في إثر غانية رمتك بسهمها، فأصاب قلبك غير أن لم تقصدي، ولقد أصابت قلبه من حبها،
عن ظهر مرنان بسهم مصردي أخذ العذار عقدها فنظمنه من لؤلؤ متتابع متسردي لو أنها عرضت لو أنها عرضت لأشمط راهب عبد الإله صرورة متعبدي لرنا لبهجتها وحسن حديثها ولخاله رجدا لؤوان لم يرشدي لا وارد منها يحور لمصدر عنها ولا صدر يحور لموردي. نحن مثل ما عم نلاحظ هذا الشعر قديم، يعني في جزالة بالألفاظ وفي ألفاظ قد تكون غير مألوفة، كيف عم تحفظ الشعر؟ ماما بتحفظني إياهن، طبعاً قبل أول ما صرت أحفظ الشعر كانت ماما تنقل الأبيات، تسمع لي إياهن، تشرح لي إياهن، بعدين أنا صار في لي خبرة بهالشغلات، فصرت أنا أنقل الأبيات أقرأهن وأحفظهن. شو طموحاتك؟ طموحاتي إنه أصير مهندس روبوتات، صرت أعمل دورتين، وصير بالروبوتات يعني لأنه في كليات أسلاك كهربائية وبحب الكهرباء يعني. إن شاء الله يا رب تحقق كل طموحاتك. حضرتك حكيت عن دور أسرتك بما يخص الشعر، دور مدرستك هل بيشجعوك بتقول شعر بالمدرسة؟ دائما بالاجتماع الصباحي هني يعني أني أو هني بيقولوا لأنه تعال القي قصيدي ودائما بلقي القصيدي كل مرة بحضر شي جديد. نعم. بدك تسمعنا بعد شي؟ للمتنبي. أرق على أرق ومثلي يأرق وجوا يزيد وعبرة تترقرق جهد الصبابة أن تكون كما أرى عين مسهدة وقلب يخفق وعذلت أهل العشق حتى ذقته فعجبت كيف يموت من لا يعشق أبني أبيت نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق والمرء يأمل والحياة شهية والشيب أوقر والشبيبة أنزق. يا بطل أنت. نحن مشاهدينا أيضا رح نعرض هيك بعض اللوحات لحمزة ورح نتجه أنا وحمزة وأوس باتجاه مدير التربية المساعد للتعليم الأساسي الأستاذ أكرم حسنية لاستضافهم ليكرمهم ويقدرهم. أستاذ أكرم يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا حياكم الله. دور التربية اللي عم بيكون يعني مو غريب ابدا عليكم انه تشجعوا ابنائنا التلاميذ المميزين واللي فعلا عم بيكونوا عم بيوجهوا طاقاتهم بالاتجاه الصحيح، كيف عم بيكون دور التربية بالامر؟ اولا يسعد صباحكم، يسعد صباحك التربوي السوري، دعوني في البداية اتوجه بالشكر الجزيل لمراسلو التربوي السوري واخص بالشكر المكتب الصحفي مديرية تربية السويداء ممثلة بالكادر الصحفي المميز وبمتابعة الانسة سماهر لمتابعتهم الدائمة والحثيثة لكل النشاطات التربوية في محافظة السويداء. دور مديرية التربية من خلال مدارسنا ومن خلال زملائنا المعلمين والمدرسين بالاهتمام بمثل هذه المواهب فلهم كل الشكر والتقدير من خلال عرض مواهبهم إن كانت في مجال المدرسة من خلال المعارض الفنية أو من خلال تفعيل الإذاعة المدرسية الصباحية خاصة بالبرامج الصباحية. مشكورين زملائنا المدرسين، إدارات المدارس، كافة القائمين على العمل. طبعا هناك اكتشاف مواهب من خلال مسابقات الرواد، كمان أتوجه بالشكر لمنظمة طلاع البعث فهي الشريك الحقيقي والكبير جدا بمساهمتهم في اكتشاف مثل هذه المواهب، وكذلك اتحاد شيبة الثورة الذين يساهمون بشكل كبير وفعال خاصة بأننا نعيش أيام المسابقات الدائمة من خلال مديرية التربية بالتشاركية مع منظمة طلاع البعث واتحاد شيبة الثورة. أهلا وسهلا فيكم، نفتخر بهيك مواهب. الشكر موصول لأهالي الطلاب المتابعين بشكل جيد وحثيث بشكل دائم لأطفالهم ولمساعدتهم في تنمية مواهبهم إن كان من خلال المدارس أو من خلال تنمية المواهب في بعض المعاهد الخاصة التي تهتم بمثل هذه المواهب. وأنا فخور جدا كتربية السويداء بمثل هذه المواهب الذين يعلون من شأن الوطن ويعلون من شأن أسماءهم وأسماء أهاليهم وأسماء مدارسهم. كل الشكر والتقدير وحياكم الله. كل الشكر لك. إذا مشاهدينا مثل ما شفنا اليوم كنا مع حمزة عبيد الرسام والفنان المميز وأوس البني وسيد مدير التربية المساعد مشجع لمواهب الأبناء ومشجع للأبناء لتنمية مواهبهم أكثر. طبعا كما ذكرنا سوريا غنية بأبنائها الموهوبين، لابد من الشكر لمديري المدرستين طبعا كما ذكرت سابقا سيدة لميس الحسانية مديرة مدرسة الشهيد نبيل الممساني والسيد شامل أبو شاهين مدير مدرسة الشهيد حمد عكوان للفتهم نظرنا دائما، يعني يكونون دائما
صلة الوصل والجسر بيننا وبين هؤلاء التلاميذ للإضاءة على مواهبهم. طبعا هذا كان كل شيء، هناك كثير الكثير من المواهب، لابد أن يكون هناك حلقات أيضا لاحقة للإضاءة على هذه المواهب. كنت معكم أنا سماهر دانون من وراء الكاميرا، ضياء الحلبي، كل التحية والمحبة لكم. طبعا مواهب واعدة، نتمنى أبا المشرق لأوس وحمزة ولكل الطلاب الموهوبين على امتداد الجغرافيا السورية. شكرا لك سماهر دانون، كنت معنا من السويداء. وبختام حلقتنا بدي أتشكر كل المراسلين اللي رافقونا بحلقة اليوم، نور والنوس من حمص، سماهر دانون من السويداء، ضياء قدور من حلب، رولا صالح من طرطوس، ووليد سلطان من حماء. وموعدنا إن شاء الله يتجدد معكم الاثنين القادم بنفس التوقيت. هذه تحية مني ومن فريق العمل، إلى اللقاء.